جاءت الوالدة إلى الجبيل مع الوالدة ومع أختي، وتمت ولادتي. أنا كنت مولود في الجبيل تقريبا في عام 66، وفي الواقع لا أتذكر التاريخ، أنا ما وجدت عندي مخطوطة فيها تاريخ ميلادي ولا شهادة ولا شيء، لكن أتوقع أنه فيها الحدود هذه 1366 1367 هجرية. وكنا نعيش في بيت في الجبيل من البيوت القديمة، بيوت الجبيل كلها كانت تبنى من أحجار من البحر، أحجار مسطحة من البحر، ويستخدموا الجص الأبيض، يسموه جص أبيض شبيه بالجبس، يستخدموه لغراء، حتى الإسمنت كان قليل في ذاك الوقت ويستخدموه، والبيوت تصل إلى طابقين. وبيتنا كان قريب من المدرسة، ما هو بعيد من المدرسة، وكانت مدرسة في الجبيل ابتدائية من أولى المدارس اللي أنشئت أعتقد في المنطقة الشرقية. كان الدمام في بداياته، الدمام لسه في بداياته، طبعا منشآت أرامكو في رأس النورة والظهران كانت قليلة. فكنت أتبع الطلاب إلى المدرسة يوميا، يروح الطلاب المدرسة وأنا أتبعهم. طبعا أنا صغير لا يسمح لي بالدخول في المدرسة، والمدرسة لها شبابيك على الشارع، وأظل عند الشباك أراقب الطلاب على وهم في الفصل. والطلاب الدراسة كانت يعني ما هي منتشرة كثير، فتجد الطلاب في المرحلة الابتدائية كبار في السن، يعني ما يمكن الآن يكون في متوسطة وهو لسه في أولى ابتدائي، لأنه لسه التعليم في بداياته. فكنت أراقب الطلاب يوميا، رايح جاي رايح جاي. الوالد لما شافني بالطريقة هذه عمري حوالي 5 سنوات، راح للمدرسة وطلب منهم أنهم يدخلوني في المدرسة. قال هذا شغوف يتبع الطلاب رايح جاي مع الطلاب، دخلوا وما كانوا سمحوا لي أدخل المدرسة قبل السن النظامية. ودخلت في الابتدائية في الجبيل، وأنهيت السنة الأولى، وكان معي طلاب كبار، اللي موجود معي كبار أكبر مني سنا، يعني ما في مقارنة. وكنت من ثالث ابتدائي، وأنا ترتيبي في المدرسة في الفصل، ما كان في فصول كثيرة، الأول.